لعيبه محترفه ما بتلعبش دولي. النهارده لما نيجي نلعب مثلا فرقه نيجيريا ممكن تلاقي فيها 1000 لعيب بيلعب في اوروبا. طبعا طبعا طبعا. طب 1000 لعيب دول بيمثلوا كام مستوى؟ ياه مستويات كتير. لا احتمال اول وثاني وثالث. بالظبط. يعني انت بتروح تلعب بطل نيجيريا هو صاحب المستوى الرابع. الرابع صحيح صحيح. بالظبط. كابتن لا الجيل بتاعنا كان جيل قوي. انا يعني كانت المنافسات قويه جدا 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 ولقب القاره ده معجزه ان احنا ناخده. ايوه. ان النادي الاهلي يحصل عليه نادي القرن ده معجزه. احنا ما خدناش حقنا ما شفناش تكريم. حتى ما خدنا اللقب ده ما حصلناش حتى من النادي الاهلي ما كانش فيه تكريم. ازاي؟ ما تكرموناش ازاي؟ ده ما تكرموناش. ايوه. من الاهلي اللي صنعت المجد ده. طبعا. يعني يعني كرمونا دلوقتي طيب حتى. كابتن خطيب بعد السنين الطويله دي. لا كابتن خطيب يعملها لان ده حق طبعا. كرمونا. يعني الاجيال اللي يعني النادي الاهلي خد نادي القرن ببطولات افريقيا. طبعا. فالاجيال اللي صنعت هذا المجد كابتن ده المقاولين كانت فرقه تقيله قوي 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 قوي. بصوا ما جاي ما تقول لعيب ما يفرقش. لما جه عبد الرزاق وانطوان بن شوف الطفه اللي حصلت. ايوه. او اثنين لعيبه بس. اثنين لعيبه حارس مرمى انطوان بن بس بقى ابو عبد الرزاق كان احسن لعيب في افريقيا. طبعا. كان واخدها في 88. لا كان واخد احسن لعيب في افريقيا. انا عارف انا. بعدها كابتن خطيب خدها كابتن خدها 83 اثنين ولا ثلاثه؟ لا ثلاثه. احنا اخذنا البطوله 82 بس هو خدها في 83. لان 81 ما كملتش البطوله عشان الحداد بتاع مقتل السادات. بالظبط. كنت هتلعبوا اهلي طرابلس اظن. بس احنا اخذنا البطوله 82 وكان الكابتن خالد دور فيها كبير. ايوه طبعا 3-0 بس هو اخذها 3-1 مش 82 ممكن يكون اخذها رابح ماجر او حد من الجزائر. ايوه كابتن خدها 83. بالظبط بالظبط. اعتقد ممكن يبقى رابح ماجر لانه كان مكسر الدنيا. مش رابح ماجر اعتقد. فين انا اقول لك الفيرود الثاني ده مش عصاب لكن عمل مشكله كده وضرب الاخضر باللون. الاخضر باللون اعتقد هو الاخضر باللون. الاخضر باللون. الاخضر باللون. كابتن معنى كده ان الاهلي هو يستحق او هو لو ما فازش ببطوله افريقيا او يستحق الفوز ببطوله افريقيا في ظل المنافسات الضعيفه. هو انا شايف هو الافضل والاقوى. طبعا. هل فرط في فوز كبير هنا قدام افاق سطيف؟ طبعا في فرص كتير راحت بس على فكره 2-0 نتيجه هايله. هايله هايله ان شاء الله لو ربنا تقدر تزيد. كان في تركيز طبعا. كان ممكن تزيد بس هم برضه يعني ممكن لو حسبها فرص ممكن يطلع 6-2 مثلا. هم ضيعوا فرص برضه سهله كانت في الفرصتين ثلاثه. خد بالك المدرب او اللاعب السابق ممكن يحسب خطوره فرصه وتروح ممكن المشجع عادي ما يحسش بيها. يعني انا شايفها فرصه مؤكده واللعيبه اللي زيي والناس اللي شغاله في المجال يعني ممكن تحس انها ممكن مشجع عادي ما يحس انها فرصه مؤكده. ايوه. طب النهارده يا كابتن ايه الفرق مش الفرق يعني ايه البلاد القويه اللي عندها فرق قويه في بطوله افريقيا؟ انا شايف لحد دلوقتي فرق برضه شمال افريقيا. شمال افريقيا. يعني حتى لو في مستوى فني اقل انما من الناحيه التكتيكيه لا كويسين حقيقة. يعني كتكتيك كورة عندهم وعي تكتيكي كويس. دي بتميز الفرق شمال افريقيا. عندهم ثقافة كروية. دي بتميزهم الحقيقة. حتى لو في انت بتلاعب فرق على المستوى الفني بتبقى صعبة بالنسبة لك. التكتيك بيبقى ليه دور حاسم في نتيجة المباراة. لا هم متميزين في الناحية التكتيكية. فلو في تفوق عندهم في الناحية الفنية لا هيتعبوك جدا. هيبقى الموقف صعب. هل بطولة كأس الأمم الأفريقية تبقى قوية في يونيو القادم؟ لانها تبقى بعد نهايه موسم في اوروبا فالمنتخبات تبقى تقيله. اعتقد هتبقى افضل. تبقى اقوى. طبعا لان فرصه الموسم دي تخطيط البرامج التدريبيه للتدريب على مستوى السنه اللعيبه المحترفه كل الفرق هناك بتحط الفتره دي على حسب المعطي انها اجازه تخطيطها انها اجازه. ايوه. تمام؟ فبتيجي تخطط احمال تدريبيه بيحطوا الموسم كله. النهارده السبت هتمرن ايه؟ وبعد شهرين ثلاثه واخر الموسم هتمرن ايه؟ فهو حاطط الفتره ديت دي فتره راحه. لما يجي هو يخش في منافسه قويه مش هيبقى مستحيل يبقى مستواه. يبقى ايه اللي هيحصل له؟ الولد الطبيعي يحصل له اجهاد. يعني حتى انت لو شفت الفرق اللي هي اوروبا اللي بتلعب على المستوى العالي حتى شوف فرقه مثلا ساحل كوتوفوار جت فتره لازم يكتسحوا بطولات افريقيا. أيوه. بيجي الفتره ديت هو المفروض فتره حسب التخطيط اللي